السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير، وعطلة الصيف ان شاء الله تدوزوها ما خصكم حتى خير. اليوم ولاول مره بندير معكم واحد الجوله خفيفه ظريفه في المتجر الياباني مينيسو، اللي معروف عليه بالمنتوجات ديالو الرائعه وبالكياته ديالو. يعني تيقلب على شي حاجه كيوت وزوينه واللوينات يمشي لمتجر مينيسو، راه فيه داكشي زوين صراحه، غزال عجبني وفتنوني دوك الالوان اللي هكا تيجلبوا لك عينيك. قلت علاش لا ما نتقاسمهم معكم. كنقول لكم مرحبا بكم الناس الجدد اللي انضموا لهذه القناه، واذا كانت القناه صغيره او عائلتنا صغيره ان شاء الله بكم باشتراكاتكم بالبارتاج بين العائله والاصدقاء والحباب غادي تكبر عائلتنا باذن الله. كنقول لكم مرحبا بالناس الجدد وشكرا بزاف للناس الاوفياء لقناه سعاد بيوتي اللي تقول لكم من هنا اللي خدتكم عليها. وما تنسونيش بواحد اللايك ولا باقي ما اشتركتوش، او الناس اللي اول مره كيدخلوا او تيتصادفوا مع هذه القناه وباقي ما اشتركتوش، تنقول لكم ضغطوا على الزر الاحمر اللي في الاسفل وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الاشعارات فين ما نزل شي حاجه جديده توصلوا بها. تنقول لكم شكرا لكم، ما تنسوش اختكم بلايك تعليق اشتراك كذلك بارتاج باش تعم الفائده ان شاء الله ديال هذا المتجر اللي صراحه متجر زوين ورائع. وإلا شفتوا لا فيديو غادي تعرفوني علاش تنهضر. نمشيو نشوفوا لا فيديو شنو فيه ونخليكم فرجه ممتعه يا اغلى الاحباب.